هاي البرامج الحلوه، شوف الرشاقه، شوف بالذات هذا التمرين مال بطن، هذا هو كل يذوب الشحوم يمين للشمال. يلا يلا دوره، خلينا نشوف المسلسل هناك. انت زيك تحكي، انت زيك تحكي. اول شيء يا عبي، هاي ما اول شيء طعاب الرمز مال رشاقه، وتيجي تديني على مسلسل، مسلسل طاير. شوفي شوفي رشاقه تصير مثل عربات الازياء. انا صرت مثل عربات الازياء، ايش عندي شيء؟ ليش صرت مثل عربات الازياء؟ مو خجي امشي وياك مشاع خجي هيك شنو؟ واخر شيء رشاقه اسلم لي اسلم لي تصيرين اسلم لي طمني العالم شو متغير؟ ليش بابا الرشاقه ترى ما الاكل ما علاقه بالرشاقه. ايش بابا هذا الاكل كله فيتامينات، فيتامينات بالسريد؟ انت تدرين بالباشا 250 فائده وفيتامين؟ والرشاقه ايش عليها بالفيتامينات يا معود؟ ايش بابا هذا مو المخطط لي بيكوما دهن؟ لا بي سعرات بي فيتامينات، هذا يزيد المخ يعني سرعه الذكاء يصير عنده فول. هاي معلومات تدري منين جبتها؟ منين جبتها؟ من الطلي من الانترنت. تدخلي تدخلي قاعده تفيسين. انا فيس؟ ليش بابا مو كل المعلومات بي يا معود؟ خلينا نشوف المسلسل. هلا هلا سرموديا. هلا هلا اجيت بوجهك. يلا هم تاكل دوحي ما تقول ليش بقته يعني حياتك بس اكل ما يصير ضعوفه. لك بابا انتم فاهمين لعبه غلط. شنو انت عبالكم ياكل يسمن؟ لا شو يسوي؟ انت اكل براحتك بس لا تخربط بالاوقات. يعني مو عندك ثلاث اوقات ايه؟ ويا عصرونيه وشوف الرشاقه. لك بابا ما يصير ما يصير يا عيني ما يصير. زين ما يصير مو ياذيك الاكل هوايه ياذيك يا دوحي. لك انت غشيم. شنو غشيم؟ يعني ما اقدر اعيد امرت لك يعني جوعان جوعان. انت شنو شنو؟ لك انت منتبه لنفسك؟ ليش اكو؟ لك شوف كل شيء واسع خشمك. ماني مسوي دايت. ايش بيك؟ دايت؟ شنو لازم الغساله مالتكم عاطله؟ تي تغسل ملابسك هنا؟ يا معود دايت دايت يعني رجيم. ايه؟ خل اقول رجيم وفضل. شنو فيك هاي؟ مسوي دايت وعايف الاكل وبعد ماكو دهون وماكو لحم. انا اصحى انا اصحى. ايه احسن حتى شوي واحد يهتم بروحه. قول لي الجيم مستمر عليه؟ والله بصدق غير يعني صار لي اسبوع ما راكض. شفت هذا الخطا. لك انا من الصبح اليوم قابل برامج الرشاقه. ايه؟ لك انت العام وين صار؟ لك نحو الرشاقه بس انت طالع على ابوك. ايه؟ ابوك صاير مثل ذولي حطون بردة حمراء. لا تحكي على ابويا. دعوفي دعوفي ياسر راح يضربك ويدمر هدومك. ايش تبغى عيد ام لا يصاب الدين؟ اقول لك انت زاك ساعد فيك. انت ايش قد وزنك؟ انا وزني 80. وعمرك؟ عمري 35. شفت؟ انا عمري 45 ووزني 170. يعني نسبه وتناسب. لازم اكل اكثر حتى يتناسب الجسم. وشو يعني اعطي الوزن بالعمر؟ ايش بيك انت؟ لك بابا وزن الطفل مو مثل الكبير يا شاب. هم صحيح. شنو صحيح؟ قياساتك كلها غلط. انت ما تلاحظ على شيء تغيير صار؟ اذا لاحظ سمنانه صاير جيلي كان. وانت شبيه؟ شطب عود ريحان. شلوني؟ شطب ريحان وانا جيلي كان. ايه؟ ساين شعراء. هلا هلا برايد وابو فتيان. ايش عبالك لعاد؟ الساعه 4 توقيت بغداد. شنو العش هذا؟ شنو الخرافات هاي؟ تاكل لو سديت نفسي. بابا انا مسوي رجيم مسوي دايت. هم قال لي دايت، دايت شنو يعني؟ رجيم يا معود. هسه ما تاكل؟ ما اكل. سديت نفسي؟ زين جيب لنا كنافه. يا معود ما ياكل حلا. انا شرب حلق الفكاكه، ما ياكل حلا. مو سد نفسي. بابا خليني اقول لك حكايه وخليني ترشب بخشمك. فهمت؟ ما اعرف الاكل. التشريب احمر. شنو؟ الاكل خط احمر. فهمت؟ لك عيني دوحي بس اسمعني شوي ركز وياي. شنو؟ لك عيني هذا الاكل اللي هوايه اليوميه لحم ويوميه حلاوه ويوميه بقلاوه تموت ترى والله تموت. ها؟ يعني كل ما اكل اكثر اموت من وقت؟ اي طبعا. لا خطر عليك حبيبي. يا عيني ترضى جهالك يتيمون. لا 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 نقضي بالشوارع ما نعيش. اترمي والبس اسود اظل الطوم. لا سعيد النظر بما بدر. اي قررت ارشق وداعا للتشيب. حلو. اول مره اشوفه هيك ايه؟ حزين ايه؟ ومضايق يعني دا يحكي صدق. ايه بشرها لامي دا بشرها اروح لماما اقول لها شنو يعني انت ما تجوز من السالفه كل حشايه امك وامك يعني لازم تخلي خشمك امك بالتشيب. بابا بعناد امك التشيب ثم التشيب ثم التشيب. عندك جيب؟ ايش عندك جيب؟ يلا تعال صوتك جيت طبق طوب ابقى اكل جيب الاكل. يا سرمودي دروح. سرمودي خبرتك تنصح. اقول لك سد نفسي جيب هاي الكباب طلعيها هيابه وياك كبه الموصل
وجيبي لي خيار خلي انسفه والسنين اللي تنسيها، ترى السنين حنينه.